التكنولوجيا ومعارض الكتب كيف يستفيدون من بعضهم، وهل تعد التكنولوجيا أحد العوامل في نجاح معارض الكتب الدولية؟ الجواب في هذا التقرير. التكنولوجيا بصمتها بتزيد في معارض الكتب الدولية مستقبلا، فممكن نشوف الواقع المعزز والافتراضي يكون جزء من تجربة زوار معرض الرياض الدولي للكتب، أو حتى عروض ثلاثية الأبعاد للمؤلفين وكتبهم. ممكن يكون للكتب المسموعة مكان فيها وتجربة مختلفة عن أي كتاب مسموع جربت تسمعه من قبل، وكل سنة بتزيد تطلعاتنا لكيف ممكن تكون تجربتنا مختلفة. الأنشطة كل سنة بتزيد، الحوارات والندوات تختلف فوائدها ويزداد تنوعها، وتوقعات لكل معارض الرياض الدولية للكتب مستقبلا هي عالية جدا، والانبهار بيكون بعيون كل زائر يتكرر كل سنة.